شهد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ختام المرحلة الفعلية لتمرين القيادات المشترك درع حمد واحد، والذي نفذته قوات درع الجزيرة المشتركة بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ولدى وصول معاليه إلى موقع التمرين كان في استقباله اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة وعدد من كبار الضباط. وقد استمع معاليه إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين والخطط الموضوعة التي تم تنفيذها من قبل هيئة الركن، كما اطلع على المستوى المتميز للنتائج التي تحققت من خلال تنفيذ مختلف مجريات تمرين القيادات درع حمد واحد. بعدها تفقد معاليه مركز العمليات وشاهد جانبا من مجريات التمرين، كما اطلع عن كثب على عمليات التمرين ووسائل القيادة والسيطرة، حيث استمع معاليه إلى شرح من قبل ضباط القيادة عن مختلف الواجبات والمهام. بعدها اطلع معاليه على عدد من الآليات والمعدات والأسلحة الحديثة والمتقدمة. وقد أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن هذا التمرين يعكس المستوى المتقدم من خطط الاستعداد المتواصل وبرامج التدريب المستمر لقوات درع الجزيرة المشاركة من أجل رفع قدرات القيادات وتهيئة الضباط، بالإضافة إلى التدريب المتقن على كيفية استخدام القوة المتاحة في تنفيذ خطط العمليات الدفاعية وتدريب القادة وضباط الأركان على التخطيط والتنفيذ للعمليات الدفاعية. وأشار معاليه إلى أن هذا التمرين الذي يتزامن مع تمرين جوي وهو الربط الأساسي 2018 وآخر بحري وهو جسر 19 يتم تنفيذهما للوصول بالقيادات إلى مرحلة متقدمة من التأهيل. كما أشار معاليه إلى أن جزءا من الحروب المعلنة بطريقة غير مباشرة هي الحرب الإعلامية، فهذا النوع من الحروب بحاجة إلى التحضير والاستعداد عبر تدريب كوادر متخصصة لديها، مشيدا بالقائمين على الدور الإعلامي في قواتنا لما يقع على عاتقهم من مسؤولية في إيصال الصورة الصحيحة. وأضاف معاليه إنه ولله الحمد لدى أجهزتنا الإعلامية المدنية والعسكرية القدرة على تطوير مستواها لتتمكن من القيام بواجبها الإعلامي على أكمل وجه وبكل موضوعية لنقل الحقيقة اللازمة والمطلوبة وبالصورة الصادقة، وتقوم بهذا الواجب بكفاءة ومقدرة عاليتين، مثمناً معاليه الدور الإعلامي العسكري المتميز الذي يتم تنفيذه وتطبيقه خلال مختلف التمارين العسكرية. حضر التمرين اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. تحرص قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة على رفع جاهزية وحداتها، وهذا بناء على توجيهات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول المجلس. تنفذ وحداتنا تمرين مركز قيادة من جانب واحد درع حمد واحد مملكة البحرين خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر، وهو من التمارين المخطط لها مسبقا لتحقيق عدد من الأهداف، ومنها تدريب القادة وإجراءات الركن وتنفيذ عمليات الدفاع الساحلي، وأيضا التدريب على خطط التحرك والانتشار. نتشرف في قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة برعاية صاحب المعالي المشير القائد العام لقوات دفاع البحرين لاختتام فعاليات تمرين درع حمد واحد، ختاما نسأل الله التوفيق للجميع بما يخدم كل ما شانه تقوية روابط التعاون والتنسيق المشترك. تنفيذ القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة لتمرين درع حمد واحد يؤكد اهتمام القيادة المتقدمة لتنفيذ سلسلة من التمارين المشتركة التي تزيد من كفاءة واحترافية وانسجام العمل العسكري بين وحدات درع الجزيرة المشتركة. وما يميز هذا التمرين أنه يحمل اسم غالي علينا جميعا، وهو سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله، ويجسد رعاية جلالته المستمرة لمسيرة التعاون والتنسيق العسكري الخليجي المشترك.